النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك. فعلى حضرة الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم.
أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
2500.
approaching minimums. Minimums. $100, $50, $30, $20, $10.